في فنجان قهوة في هذا الصباح رح نركز على قضية إنسانية وبنفس الوقت قضية صحية، حيث اشتكى أهالي الأطفال المصابين باضطراب التوحد في محافظة ذي قار من غياب دور المؤسسات الحكومية والمراكز الصحية المتخصصة لمعالجة مرضى التوحد، لا سيما أن المركز التدريبي الوحيد المتواجد في مدينة الناصرية يواجه الآن شح في المستلزمات الأولية وأيضا نقص الكوادر التدريبية وعدم قدرته على احتضان الأطفال المصابين في المحافظة وأقضيتها. وهذا الأمر ليس حالة خاصة في ذي قار، ولكن هذه المراكز قليلة في العراق بشكل عام. بحسب ما أشارت إليه التقديرات العالمية، منذ عام 2014 كشفت وحدة علاج مركز التوحد والتدريب في محافظة ذي قار عن تزايد أعداد المصابين بمرض التوحد بنحو أكثر من 10,000 حالة في إطار المحافظة فقط، ونتيجة للكم الهائل من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، عملت المنظمة الدولية للهجرة ضمن مشروعها الإنساني في مدينة الناصرية لتوسعة مركز التوحد، ما شجع إدارة المركز التأهيلي على فتح أبوابه من جديد وتسجيل نحو 574 حالة مصابة شملت بخدمات الرعاية الصحية التخصصية للمركز. الآن احنا نقدم أول ما يجي الطفل التوحدي، هذه الغرفة راح نسجله بسجل الأساس، نعطيه تعليمات الأساسية اللي هي من علامات معالجة التوحد، الحمية الغذائية، إجراءاته، نحوله على مركز سموم حتى تطلع نتائج السموم، لأنه أحد أسباب التوحد هو تلوث البيئة ومصادرها النحاس والرصاص، حتى نعرف وين الأشياء اللي حسب التحليلات الموجودة عندنا. مسؤول وحدة التوحد في المركز التخصصي أحمد عبد أفصح عن الخدمات التأهيلية والمحاضرات التوعوية السلوكية التي يقدمها المركز للأطفال المصابين بالمرض، سواء الذين سجلت أسماؤهم أو من لم تتسنى لهم الفرصة للتسجيل نظراً لعدم قدرة المركز على استيعاب الأعداد المتزايدة. بالنسبة للأعداد اللي ما جاء نستوعبها أزيد، فنسوي محاضرات للأهالي ونستقبلهم على طول الأيام، ونسوي لهم محاضرات مثل السوق إلى يوم، الشطرة إلى يوم، كل مقضى إلى يوم نحدد لهم ونتواصل وياهم، بحيث أن الطفل اللي ما نقدر نستلمه ما نعوفه عند أهله، بحيث أن تعليمات والتوجيهات وعندنا كراسات وعندنا أدوية نعطيهم إياه باتصال ويانا وتدريب داخل المنازل. نطالب الحكومة بتوفير مراكز صحية في الأقضية والنواحي على أقل تقدير، أو عدة مراكز. من خلال هذه المراكز يمكن أطفالنا إنه نتعالج بهذه المراكز، تتعالج بهذه المراكز أو مد يد العون لها تلك الشريحة المهملة من قبل الحكومة، سواء كانت الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية. ووسط مطالبات الكوادر التدريبية وأهالي مدينة الناصرية بالدعم الحكومي وتوفير مراكز أخرى في الأقضية والنواحي، يبدو أن الخدمات التي يقدمها المركز التأهيلي للأطفال المصابين بمرض التوحد أمست ضئيلة وليست بالمستوى المطلوب، مقارنة بتزاحم أعداد الأطفال المصابين في المحافظات وافتقار ذي قار إلى بيئة حاضنة تؤوي تلك الشريحة. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ولتسليط الضوء أكثر معنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور عبد الهادي الجبوري. دكتور صباح الخير ومرحبا. صباح الخيرات. أهلا أستاذ. يعني بداية دكتور، ما هو مرض التوحد؟ طبعا اكيد احنا اي موضوع يعني نحب نحكي عليه موضوع طبي لابد انه يكون عندنا تعريف للمرض. اكيد. مرض التوحد هو مرض نمائي عصبي يعاني المصابين بهذا المرض من ثلاث مشاكل رئيسيه. نعم. المشكله الاولى هي صعوبه التواصل الاجتماعي، والمشكله الثانيه هي تأخر النطق عند هؤلاء الأطفال. جميل. والمشكلة الثالثة فقدانهم يعني للقدرة على التفاعل مع المحيط. طيب،
دكتور، يعني ما هي المسببات؟ هل هي مسائل جينية؟ هل هو فيروس؟ هل هو يعني تلوث؟ وخصوصا أنه يعني تقارير دولية تقول تلوث تربة العراق وهواء العراق يزيد من فرصة الإصابة بهذا المرض. طبعا الأسباب الرئيسية لهذا المرض هي غير معروفة، لكن هنالك عدد من النظريات اللي توضح لنا يعني آلية حدوث هذا المرض. من أهم هذه النظريات هي النظرية الجينية، يعني اللي هي تعزو سبب هذا المرض إلى وجود مشاكل جينية ومشاكل وراثية. طبعا آخر الدراسات أثبتت أنه غالبية الأطفال اللي يعانون من مرض التوحد هم يعانون من مشاكل في 3 إلى 10 جينات، وخصوصا الجينات الموجودة على الكروموسومات رقم 2 ورقم 7 ورقم 17. طبعا هذه آخر الدراسات. هنالك أيضا بعض الدراسات تشير إلى أن الإصابة بالالتهابات الفيروسية في عمر مبكر دون 3 سنوات أيضا قد يلعب دور مهم في ظهور مرض التوحد، هذا بالإضافة إلى التلوث البيئي والتسمم بالمعادن مثل النحاس والزئبق والرصاص، أما عن طريق استنشاق أبخرة هذه المعادن أو عن طريق تناولها يعني مع الماء الملوث بهذه المعادن. طبعا مهم جدا أنه أي طفل يصاب بمرض التوحد حتى لو كان لأسباب أخرى مثل أسباب التهابات الفيروسية أو تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، يجب أن يكون لدى الطفل استعداد وراثي واستعداد جيني. طبعا هذا عامل كلش مهم بالموضوع. نعم، يعني دكتور، عن الحديث عن مرضى التوحد، يعني كنا يعرف أنه هذه هي حالة خاصة، حالة مرضية خاصة، يعني ممكن التعامل مع المريض بصورة مختلفة ويمكن حتى استثمار طاقاته بشكل صحيح إذا ما وضع في مراكز صحيحة. يعني هم يمتازون بقدرة عالية من الذكاء، بقدرة من أيضا خلينا نقول الاستعدادات النفسية المعينة، إذا ما وضعناها في اتجاهها الصحيح ممكن أن نستثمر ونطلع بشيء من هؤلاء المرضى. واقعنا العراقي للأسف لا يخدم هذه الشريحة ولا يخدم هؤلاء المرضى. يعني برأيك كيف ممكن بالفعل أنه لو ما كان عندنا دور رعاية ودور عناية بهؤلاء المرضى، كيف ممكن أن نستثمر هذه الطاقات وهؤلاء المرضى؟ طبعاً أكو طبعاً هو المرض أكو عدة أنواع من مرض التوحد، أكو حوالي 5 أنواع. أكو نوع يسمى الإسبرغر، هذول الإسبرغر هم الناطقين من مرضى التوحد. طبعا غالبية مرضى التوحد هم عندهم مشاكل في النطق وتأخر في الكلام، لكن أكو هذا النوع اللي هو الإسبرغر ما عندهم أي مشاكل بالنطق، مشكلتهم الرئيسية هي ضعف التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي. بعض هؤلاء الأطفال اللي هم مصابين بمتلازمة بيرغر تكون لديهم طاقات يعني عالية جدا، إذا ما وظفت هذه الطاقات ممكن أن يكونون مبدعين مثلا في مجالات الرسم، في مجالات الأدب، حتى في المجالات العلمية. لكن هؤلاء نسبتهم يعني قليلة، يعني مو كل أطفال التوحد هم أطفال أذكياء مبدعين. أكو مثلا نسبة من أطفال التوحد اللي مصابين بمتلازمة ريت، هذول يكون عندهم مشاكل أصلا يعني دماغية نوع من التخلف العقلي أو بؤر صراعية، فما يكونون أذكياء بالمستوى المطلوب. لكن اللي يكونون أذكياء بمستوى عالي أو نسبة ذكائهم عالية هم الأطفال اللي مصابين بمتلازمة بيرغر، وهو نوع من أنواع التوحد. فيما يخص الاهتمام بمرضى التوحد، طبعا احنا نحتاج إلى عدة أشياء يعني رئيسية. أولا نحتاج إلى توعية بالمرض عن طريق يعني إعلانات مثلا في وسائل الإعلام، أو عن طريق نشر إعلانات في المراكز الصحية، أو إقامة ندوات تعريفية عن طريق دوائر الصحة، أو عن طريق حتى وزارة التربية، يعني مثلا عن طريق المدارس أو عن طريق الجامعات. نحتاج إلى توعية بالمرض لأنه غالبية الناس ما عندهم أي معلومات عن المرض، يعني حتى الكوادر الصحية أو الكوادر الطبية اللي موجودة هي ما تمتلك معلومات كافية عن المرض. يعني أنا مثلا على سبيل المثال ابني طفل توحدي، في يوم من الأيام احتاجت أن أخذه إلى طبيب سونار، فمن دخلت يم الطبيب طبيب السونار قلت له هذا طفل توحدي، طبيب السونار قال لي زين شوف يسمع، يعني ما عنده اي معلومات عن المرض، فهذا شيء يعني هذه مشكله كبيره. يجب ان يكون هنالك توعيه
صحية بالمرض حتى الناس أو الكوادر، حتى الكوادر الصحية يكون عندهم معلومات كافية. طيب. يعني بالإضافة إلى هذا نحتاج إلى مراكز، نحتاج إلى مراكز تهتم بهؤلاء الأطفال. يعني إحنا في محافظة صلاح الدين ما عندنا أي مركز يهتم بأطفال التوحد، نحتاج بالإضافة إلى المراكز اللي تهتم بأطفال التوحد نحتاج إلى صفوف يعني في المدارس حتى يعني تهتم بهؤلاء الأطفال، نحتاج إلى زيادة تعيين الخريجين من يعني من يعني اللي عندهم اختصاص في هذا الجانب، يعني نحتاج إلى هواي أشياء، نحتاج إلى مراكز بحثية تعمل بحوث يعني تحاول تعرف الأسباب اللي أدت إلى زيادة الحالات في العراق خصوصا بعد عام 2003، نحتاج إلى عدة أشياء، نحتاج إلى دعم حكومي إلى اهتمام بهذه الشريحة. طيب دكتور، يعني حضرتك الآن ذكرت مسألة التوعية اللي نحتاجها، التوعية ربما تنقسم إلى أكثر من اتجاه، يعني أتصور نحتاج توعية حتى نقي أنفسنا وما نخلف أطفال مصابين، وأيضا نحتاج توعية لأهالي وذوي أصحاب يعني أو ذوي المصابين. وحضرتك يعني انتقلت نعم. بالموضوع إلى مستوى آخر مفاجئ حقيقة، بأن الكادر الطبي لا يعرف شيئا عن هذا المرض، وهنا يعني تكمن الكارثة. طبعا اكيد طبعا هم مو كل الكادر الطبي، لكن اكو نسبه عاليه منهم ما عندهم فكره عن الموضوع، يعني حتى يعني الموضوع مجرد محاضره بالكليه ياخذها الطبيب. احنا انا اتذكر من كنت طالب بالكليه بال 99 كنت طالب صف رابع كليه، اخذنا الموضوع بشكل بسيط يعني مختصر حوالي 4 إلى 5 أسطر، لان الموضوع في ذلك الحين لم يكن يعني بالاهميه اللي موجوده هسه. يعني هسه الموضوع بعد 2003 بسبب الزياده المذهله في عدد حالات التوحد صار توجه وتركيز على هذا الموضوع، فنحتاج توعية على مختلف المستويات. نعم، يعني برأيك لماذا زادت هذه الإصابات بعد 2003 تحديدا؟ طبعا هو لحد الآن ما حد يعرف سبب، لأن احنا ما عندنا دراسات عن الموضوع، يعني احنا اصلا ما عندنا مركز ابحاث او دراسات حتى يحدد لماذا حصلت هذه الزيادة الهائلة والواضحة في أعداد الأطفال المصابين بالتوحد. لكن أكو دراسات، يعني طبعا الزيادة مو بس عندنا بالعراق، الزيادة في كل دول العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. يعني أضرب لك مثل، عام 1944 كان من بين كل 10,000 طفل كان أكو طفل مصاب بالتوحد في الولايات المتحدة الأمريكية. في العام 1978 أصبح عدد الأطفال المصابين بالتوحد من كل 300 حالة أكو طفل توحدي. نعم. وفي الوقت الحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك من بين كل 90 طفل أكو طفل مصاب بالتوحد، يعني الأعداد في زيادة واضحة. يعتقدون هم في بحوثهم اللي عملوها يعتقدون أن السبب هو يعني أولا هو يعني زيادة قدرة الأطباء أو الكوادر اللي موجودة عندهم على التشخيص، يعني نعم. بسبب تطوير أنظمة التشخيص وبسبب زيادة الوعي عند الأهالي والكوادر الصحية. طيب دكتور، اللي موجودة عندهم. بالإضافة إلى هذا يعتقدون اكو سبب اخر رئيسي هو زياده تعرض الاطفال للشاشات، يعني شاشات التلفاز، شاشات الكمبيوتر، الايباد والموبايلز، يعتقدون لها دور رئيسي، حيث ان بعض الدراسات اللي اجروها في فرنسا والولايات المتحده الامريكيه اثبتت ان هذه الشاشات تقوم يعني باصدار او بث مواد سامه عندما يتعرض لها الطفل تزيد من احتماليه اصابته بمرض التوحد. نعم. يعني دكتور أشرت أيضا إلى موضوع مهم، أنه ابن حضرتك أيضا مصاب بمرض التوحد، يعني حضرتك الآن دكتور ومثقف، ما بال وما حال ذوي الكثير من الأطفال في العراق اللي موجودين بالمخيمات، اللي موجودين في مناطق ما يعرفون ولا يعون معنى التوحد، ولا يوجد أيضا مراكز متخصصة بهذا المرض، يعني ما مصير هؤلاء الأطفال بالعراق؟ حقيقة يعني هذول يعني وضعيتهم كل الصعبة، يعني أنا ابني طفل توحدي وأني طبيب وزوجتي طبيبة وأني مهتم بالموضوع، يعني الطفل من عمر 2 ونص أنا بديت معه علاجات، هذا يعتبر طبعا تدخل مبكر لأنه غالبية الحالات يتم تشخيصها بعمر 3 سنوات، أنا ابني يعني شخصناه بعمر 2 ونص، الطفل كان طفل طبيعي لكن بدأ يدهور، بدأ يفقد القدرة على الكلام، يعني كان يحكي كلمات بدأ يفقدها، بدا يفقد القدره على التفاعل معانا، بدا ما يستجيب للاوامر، بدا يصير عنده نوع من فرط الحركه، واني يعني منذ 4 سنوات او اكثر من 4 سنوات اني بديت معه
ابني تدخل مبكر عن طريق يعني مراجعه الاطباء الاخصائيين، اخصائيين النفسيه واخصائيين طب الاطفال، وبديت معاه برنامج التعديل السلوكي والحميه الغذائيه وبعض الادويه اللي تساعد على تخفيف بعض الاعراض، ولا زلت اعاني. طبعا الطفل لا زال يمر بنوبات، نوبات غضب، نوبات بكاء، يعني لحد الان تواصله ضعيف، تفاعله ضعيف على الرغم من التدخل المبكر. فكيف الاطفال اللي هم هسه بالمخيمات ماكو اي عنايه صحيه، ماكو اي اهتمام صحي؟ حقيقه هذا الامر كارثي ويحتاج الى وقفه والى جهود كبيره من قبل الحكومات المحليه والحكومه المركزيه وحتى دكتور. المنظمات الدوليه لانقاذ هؤلاء الاطفال. دكتور، يعني سؤالنا الاخير الى الاباء والامهات، نعم، كيف نتعرف ويعني نستشف حالات التوحد المبكرة حتى يكون التدخل مبكر، حتى صوتنا يوصل؟ ربما هناك حالات متأخرة والناس ثقافتها متواضعة بهذا الموضوع، يعني حتى نعطي إنذار مبكر. نعم، طبعا هو غالبية الحالات يتم تشخيصها بعمر 3 سنوات، لكن هذا ما يمنع انه بعض الاطفال ممكن تشخيصهم قبل 3 سنوات اذا كان اكو يعني انتباه من قبل العائلة. اولا الطفل التوحدي ممكن حتى ننتبه له من عمر 6 شهور او من عمر سنة، انه الطفل ما يتفاعل، يعني مثلا اذا دخلت امه او ابوه او سمع صوت امه او صوت ابوه ما يتفاعل، بينما احنا نعرف هذا الشيء انه الاطفال العاديين اذا سمع صوت الام او صوت الاب يلتفت او ينتبه او يتفاعل مع هذا الصوت. فهذه علامه مهمه انه الاطفال التوحديين ما يتفاعلون مع الاباء والامهات ومع اصوات الناس اللي يعرفوهم. شغله ثانيه عندنا بالتطور الطبيعي للكلام عند الاطفال الطبيعيين، انه طفل في عمر 10 شهور يبدي يقول ماما بابا داد، الاطفال التوحديين ما عندهم هذا التطور. نعم. بعمر سنة ممكن الأطفال الطبيعيين يبدي يردد يعني كلمة أو كلمتين، الأطفال التوحديين ما يقدرون. إذا طفلك في عمر سنة ونص إلى عمر سنتين ما قدر يقول جملة من كلمتين، أو حتى لو قدر يقول هذه الجملة من كلمتين لكن ما وجهها إلى أحد، يجب أنه ننتبه. نعم. إذا كان الطفل عنده فرط حركة واضح، يعني الطفل ما يقدر يقعد في مكان معين، الطفل يغير مكانه بسرعة، هذه علامة مهمة يجب أن ينتبه إليها الأهل. إذا كنا ننادي على الطفل وما ينتبه، يعني الطفل يعني ما يجذب سماع صوت اسمه، يعني الناديه باسمه ما ينتبه. نعم. إذا كان الطفل ما يطبق الأوامر، مثلا نقول له روح تعال ودي جيب، ما يشير إلى الأشياء عد ما يريدها. دكتور، هذه كلها علامات إنذار مبكرة يجب على الأهل أن ينتبهون إليها. دكتور، هناك بعض الحالات المقربة بصراحة مني، يعني هناك أطفال تعالجوا خارج العراق وأصبحت حالتهم أفضل بكثير مما كانت في السابق، يعني هذه الحالة هل ممكن أن لو تم علاجها بالشكل الصحيح هل ممكن أنه يكون الطفل أكثر تفاعلا في المجتمع، أكثر خلينا نقول قربا من واقع الصحي السليم؟ نعم نعم، طبعا هو كدواء دواء شافي، لحد الآن ماكو دواء شافي، لكن مثل ما قلتي حضرتك أنه ممكن أنه نحسن من سلوكيات الطفل، نحسن من قابلية الطفل على التواصل مع المحيط. يعني بصورة عامة كل التدخلات هي لتحسين يعني حياة الطفل، يعني ممكن أن يكون الطفل أكثر تفاعل، أكثر تواصل، يعبر عما يريد. يعني مثلا هسه أنا ابني بعد 4 سنوات من التمارين السلوكية، من الأدوية، من الحمية الغذائية، سابقا كان لما يريد شيء مثلا يجوع أو يعطش مجرد يبكي، يعني يمر بنوبات من البكاء. جميل. والصراخ. هسه مثلا اذا يعطش بعد التمارين هاي وبعد الحميه الغذائيه ممكن انه يمسكني من ايدي يوديني للشيء اللي يريده. اذا يريد يشرب ماي ممكن ان يجيب لي الكوب مال الماي ويطلب من عندي، يعني اكو نوع من التحسن. لكن انه كدواء شافي للمرض حتى في الولايات المتحده الامريكيه وفي فرنسا وفي كل الدول المتقدمه لحد الان لا يوجد علاج شافي للمرض. الادويه او التعديل السلوكي او الحميه الغذائيه هي مجرد لتحسين حاله الطفل، وضعيه الطفل، تواصل الطفل، تفاعل الطفل. طيب فقط دكتور. يعني لتحسين حياه الطفل، لكن لحد الان لا يوجد علاج شافي لهذا المرض. طيب دكتور، هل زواج الاقارب المتكرر إلى علاقه بهذا الموضوع؟ طبعا هو لحد الان حتى المعلومات يعني اللي تخص الجانب الوراثي او تخص الجانب الجيني يعني اكو عليها اختلاف، لكن ما توصلت له الدراسات كالاتي:
الأطفال اللي مصابين بالتوحد إذا كان عندهم تاريخ مرضي بالعائلة، يعني كان عندهم أطفال سابقين مصابين بمرض التوحد، يكونون أكثر عرضة للإصابة. يعني معناها ممكن أن يكون زواج الأقارب له دور في هذا الموضوع. بالإضافة إلى هذا، ليس يعني وجود أطفال فقط مصابين بأمراض بمرض التوحد يزيد نسبة الإصابة، حتى اللي عندهم تاريخ مرضي في عوائلهم لأشخاص مصابين بأمراض عصبية أيضا هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. إذن يعني السلامة للجميع إن شاء الله والشفاء لكل مرضانا. شكرا لانضمامك إلينا دكتور عبد الهادي الجبوري، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لهذه المعلومات.